السلام عليكم أعزائي متابعينا متابعي قناة ريف كينان على اليوتيوب وصفحة ريف كينان على الفيسبوك والإنستغرام. البارحة سوينا التجربة طبعا الكابتن عزيز راد يخدع ميكس، قال راح ألبس البجامة فقط للبدلة ومن فوق ما راح ألبس شيء، حتى ميكس راح أخدعه ويهجم على رجلي لأن بيها بدلة، هو متعلم على البدلة مو على الظل مباشر. وطبعا ميكس كالعادة فاجأنا يعني طبعا أنا كنت واثق من ميكس إنه شو راح يسوي، وفعلا سوى اللي أعرفه، عضه من فوق وسبب له أضرار هواية. إن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم، تعالوا خلينا نشوف الفيديو. Nine.